أهلا بكم، مرحبا بكم على البودكاست. غادي نهضرو على واحد المرأة اللي كان جوز بها الحجاج. قصة ديال هند اللي الكيد ديالها غلب الكيد ديال الحجاج، تزوج بها الحجاج وهي سميتها هند رغما عنهما وكاع ما بغاتو. وحتى باها ما بغاش يجوزها ليه. وفي واحد المرة بعد ملي مرت سنة عام تقريبا ديال الزواج ديالهم، جلست قدام المراية وكتقول هاد البيتين الشعريين: وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحل لها بغل، فإن ولدت مهر فلله ضرها، وإن ولدت بغل فقد جاء به البغل. إنك زعما كتقول بأن هاد الهند هي مهرة عربية أصيلة، خدوها الفرس، هي سلالة يعني بنت الخيول. عودة عربية صحيحة، بنت ولدوها الخيول والعيدان صحاح، ولكن تزوج بها بغل. إلا ولدت مهر، داك اللي كيولد الفرس، فالله طلى فيها لله ذرها، فما أحلاها زعما، ما أحلاها. وإلا ولدت بغل لا راه ماشي بعيد، لان باه بغل زعما كتقول دائما. وسمعها الحجاج وغضب، شدته الغضبه، ومشى للخادم ديالو قال ليه سير بها شي ليها وقول ليها راني طلقتك جوج كلمات، ما تزيدش كلمه ثالثه، الا جيتي كلمه ثالثه غنقطع لسانك. وعطاها 20,000 دينار، واحد المبلغ ديال 20,000 دينار. مشى الخادم قال ليها: كنتي فبنتي كنتي يعني كنتي زوجة، فبنتي يعني أصبحتي، ولكنها كانت أفصح من الخادم. فقالت: كنا فما فرحنا فبنا فما حزنا. قلت لها: كنا وما فرحنا، ولينا كي دابا قلتي مطلقة وما حزنا، بغينا داكشي. وقالت ليه: خد هاد 20,000 دينار ليك بهاد البشرة اللي جبتي لي، راه هاد البشرة هادي ماشي خبر شين، ماشي خبر خايب، خبر زين هادي. وتقال كيقولوا الناس بأن ملي طلق الحجاج حتى واحد ما قدر يخطبها، وحتى هي ما بغاتش تقبل شي واحد قل من الحجاج في المكانة، شي واحد يكون حسن من الحجاج. اش دارت؟ مشات عند كما كيديروا في الإشهار اليوم، غرات عطات الشعراء المال كتير، الشعراء الوعري الفحول ديال الشعراء، ومزحوها، صنعوا لها قصائد المدح. وملي مشاو بالضبط عند في المجلس ديال عبد الملك بن مروان، لأنه هو اللي كان خليفة ديك الساعة، وطرب هاد الشي، هاد الطريقة باش كيمدحوها، سميتو طرب ليه هداك عبد الملك بن مروان، وتصورها مرة زوينة، وبغى يطلبها للزواج. ومشى صفت واحد العامل ديال واحد العامل سري، هذوك الناس الكبار كيديروا شي عملاء، كل واحد باش كيتكلف، باش يمشي للحجاز باش يوصفها ليه، يجيب الوصف ديالها كما هي. اذا مشى داك السيد للحجاز، وصفت لي واحد سميتو بانه راه مزيانه، واحد الرساله الخطاب كيقول ديك الساعه، مشى خطبها ووافقت، ورسلت لي واحد الرسالة كتقول لي: عدي رانا وافقت على واحد الشرط هذا الخليفة،
عبد الملك بن مروان لمن صفتات، قلت ليه راه ما يسوق، ما غاديش يسوق يشد اللجام ديال داك الجمال، داك الجمل اللي غادي تركبوني عليه، داك الهوداج من هنا حتى نوصل لك لبغداد، ما غاديش نقبل شي واحد قل من الحجاج، الحجاج اللي بغيت. الخليفه هو زربان باش يبطر بها ووافق، وصفت الامر ديالو للحجاج، الحجاج بن يوسف، وما ادراك ما الحجاج بن يوسف. شد اللجام ديال ديك الناقه ديال اللي فاش ركبها، وشدو مزيان، وزاد بها، هو اللي شد، هو اللي صي شويه. ملي بقى الحس ما كاين ما يتسمى، تلقات واحد الدينار لحتو، متعمد بداكشي، متعمد باش الحنيث شي ماشي غير طاح ليها، هي لحتو. وقالت الحجاج يا الغلام يلا الخدام ديالي جماعة، راه شي حاجة طاحت مني، واحد الدرهم طاح ردو ليا. قال لها الحجاج راه ماشي دينار، راه ماشي درهم، هذاك راه دينار. وقالت ليه وهي تشوف فيه، وقالت ليه الحمد لله اللي بدلني بدل الدرهم الدينار، ولا عندي الدينار، بدلني الله الدينار ملي كنت غاد الدرهم. هو تفطن ليها الحجاج وفهمها كلامها، فهمها بأنها هي هند اللي كانت جوجها، وأن دابا راه جوجات أحسن منه، والملك ديالو قاع اللي عطاه الأمر باش يكون ليها خادم. اللي وصلو خل الحجاج في الإسطبل، في ديك البلاصة فين كيديرو الخيول، فين كيعقدو الخيال، تسمى بالعربية الفصحى الإسطبل. والناس كيتهيئوا باش ياكلوا الوليم، باش يدخلوا للوليمه. وصفت لي الخليفه باش يهضر حتى هو، هو مبغاش يبان. ورد عليه قالت لي امي ربتني امي على انني ما ناكلش الفضلات ديال الرجال، ما ناكلش داكشي اللي كيشيط للرجال. فهم الخليفه وأمر باش تدخل ديك الزوجة لواحد من القصور، وما قرب ليهاش، ولكن كيزورها كل يوم بعد العصر. ولات عرفت السبب علاش ما بغاش يدخل بها، واحتالت ليه، وأمرت الجواري باش يخبروها ملي غيكون جاي. ورسلت ليه بأنها بحاجة ليه في أمر معين، فتعمدت بقطع عقد اللؤلؤ اللي يدخل، ورفعت ثوبها باش تجمع دوك اللؤلؤ. ملي شافها طارت الروعة ديالها والحسن الجمال ديالها، طارت وصبت ليها الإطارة، وندم علاش ما دخل بها بسبب ديك الهضرة اللي قال ليها الحجاج. وهي تقول ليه، وهي كتنضم كتكد داك اللؤلؤ فسميتو فواحد خيط، سبحان الله. وقال لها عبد الملك مستفهمان باش زعما تقول لي علاش قلتي سبحان الله. قلت ليه لان اللؤلؤ خلق الله لزينة الملوك. قال لي نعم يي حق. وهي تقول لي ولكن شاءت الحكمة ديالو انه ما يتقبو غير الا الغجر. قال لي والله لا صدقت، قبح الله من لامني فيك، الله يقبح هذاك اللي كان بيني وبين، كان داز بيني وبينك، قبح الله من لمن هو الحجاج. فدخل بها من يومي، ومن داك النهار صافي ولات مرتو صافي. من هنا بان بينا الكيد ديالها والدسائس ديالها كثار من الحجاج.
بحال هذاك اللي قالت لي، هذاك اللي بغات جوجها كيقرا في الجامعة وبغاته، ولكن بغات تمتحنو. ديما كيقول ليها هو راه الحروف اكتر من الحروب، وهي تقول ليه لا راه الحروب اكتر من الحروب، تقرا حتى تعيا، راه غير واحد الحرب من حرب النسمات هاش بحال هادي. ويدان في وغلبات الحجاج حتى في الفصاحة وفي البلاغة العربية. إذا هذه قصة صافي اللي عجبتكم، كنتمنى تعجبكم. هذا هو السلام، غير باش تستطرفوا شوية وتنساو الهم شوية، ما خسرتوا والو، غير سمعوا صافي.